هذه العادات تجلب لك الفقر وإن كنت غنيا بالفعل. أخي الحبيب، الحقيقة كثير من الناس يملك المال ولكن يشعر أنه يلهث وراء الدنيا ولا يكتفي، ويشعر أنه فقير على الرغم من امتلاكه للمال. بعض الناس لا يملكون المال ويشعرون بنفس الشعور، ولكن هناك صنف ثالث يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يعني هناك صنف تراه تظن أنه غني جدا مع العلم أنه شبه معدم، ولكن الغنى كما يقال غنى النفس، والفقر هو فقر النفس. هناك مجموعة من العادات يمكن أن تعود نفسك عليها من أجل أن تشعر بالغنى. ما قيمة المال أخي الحبيب إذا كنت تلهث وراء الدنيا باستمرار ولا تشبع ولا تكتفي؟ ما قيمة المال إذا لم تشعر بالغنى في داخلك؟ أهم عادة هي عادة التعفف، أن تزهد فيما عند الناس، يحبك الناس، أن تزهد في الدنيا لتكسب محبة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. التعفف قضية أيها الأحبة، اليوم قليل من يعف نفسه، قليل جدا من يعود نفسه على التعفف، أي لا ينظر إلى ما متع الله به الآخرين، لا ينظر إلى أموال الآخرين أو أملاكهم أو زينتهم الأغلبية. وهذا بالفعل اليوم عندما نرى إنسان يملك المليارات، معظم الناس يسعى ويتمنى أن يكون مثله، هذا الأمر طبيعي بالنسبة لنا. ولكن بالنسبة للذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، تحذير شديد اللهجة، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. نظرتكم خاطئة للحياة. أنت كلما نظرت لأموال الآخرين وزينتهم وما متعهم الله به، كلما نظرت أكثر كلما أحسست بالفقر في داخلك أكثر. فالفقير أيها الأحبة ليس هو حقيقة الذي يحتاج الطعام، لا، قد تجد إنسان لا يملك شيئا ولديه طعام بسيط جدا، ولكنه في داخله يشعر أنه أغنى من الملوك وأغنى من الأغنياء. فهنا أهل العلم تعففوا، لم ينظروا إلى ممتلكات قارون وزينته. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون، عن الجنة يعني. طبعا وهم في هذا الحوار وهذا الجدال، أصحاب الدنيا حاولوا أن يخطئوا أهل العلم القلة القليلة، فخسفنا به وبداره الأرض. ويأتي القرار الإلهي المفاجئ بخسف الأرض به وبماله، فلم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وفي قراءة لخسف بنا. إذن أخي الحبيب، هنا أريدك أن تأخذ عبرة، لأن القرآن كتاب العبر. هناك الكثير من الناس بالفعل لا يشبعون، ولو امتلك المليارات لا يشبع، حياته مليئة بالمشاكل، مليئة بالقلق، مليئة بالتفكير المستمر، غارق في الدنيا. فأول قاعدة أو أول عادة من عادات الغنى والبعد عن فقر التعفف. العادة الثانية أيها الأحبة، أن تعود نفسك على التفكير بالآخرة وليس بالدنيا. لأن انظر في قصة قارون، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، يخاطبون من؟ أهل الدنيا، ثواب الله خير. التفكير الذي عنده علم مركز على الآخرة. أنا عندما أفكر كم سأملك في الآخرة سأشعر بالغنى وقتها. في الدنيا هنا المقاييس مختلفة، هنا أنت ترى ملوك ومليارديرات، تراهم هنا متمكنين وأصحاب سلطة ونفوذ وقوة إلى آخره، وهناك فقراء بسطاء. يوم القيامة الموازين ستختلف، سترى هؤلاء الضعفاء هم أسياد الآخرة، سترى هؤلاء المظلومين الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئا
ولكنهم يقولون يا رب هم ملوك الآخرة، والملك يومئذ الحق للرحمن. فإذا أخي الحبيب، عندما تنظر للآخرة باستمرار وتنظر إلى نعيم الآخرة، يعني يكفي أن الله يقول عن أصحاب الجنة: أولئك أصحاب الجنة. أصحاب، أنت صاحب، أنت متملك في الجنة. هذه الجنة هي أنت صاحبها، وصاحب الدار لا يخرج منها، أنت صاحب، ليست إقامة مؤقتة، بل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. العادة الثالثة، وهي عادة السهل الممتنع، أن تعود نفسك على الصبر، لأن الصبر علاج للأمراض المستعصية. الصبر يجعلك ملكا في الدنيا. انظر مثال إلى قصة سيدنا يوسف، رمي في الجب، تآمر إخوته عليه، ثم تحرشت به امرأة العزيز واتهمته أنه هو الذي يريد أن يعتدي عليها، أو حاول الاعتداء عليها، ثم وضع في السجن. انظر وهو صابر ويشعر أنه غني بصبره. الفقير أخي الحبيب هو الذي نفسه ضيقة، لا يصبر، لا يتحمل مصاعب الحياة، تجده يشتكي باستمرار. سيدنا يوسف لم يشكو لأحد، كافأ الله سيدنا يوسف أن جعله ملكا في ذلك الوقت على دولة عظيمة، وجعل إخوته في حالة من الذل والانكسار والضعف. فقالوا له بعد أن انتهت أحداث القصة: تالله لقد آثرك الله علينا، أي أن الله فضلك علينا. قال: لا، أنتم فهمتم القضية خطأ، القضية ليست تفضيل عشوائي. الله عز وجل ألزم نفسه بقوانين، لا يظلم أحدا، لا يهدي كل متكبر جبار. كل من يقول يا رب يهديه الله، يرزقه الله، يعطيه من فضله العظيم. هناك قوانين، من ضمن هذه القوانين هذا القانون الذي قاله سيدنا يوسف لما قالوا له: فضلك الله علينا، لقد آثرك الله علينا. قال: لا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن التقوى والصبر، سأصبر من أجل أن تكافئني في الآخرة. في الدنيا القضية بسيطة، كلنا سنموت، إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك هنا أخي الحبيب، التعفف والتفكير بالآخرة والصبر، هذه عادات وعبادات أيضا. الصبر عبادة، التعفف عبادة، أن تفكر بالآخرة وترجو لقاء الله عبادة أيضا. مهم جدا أن تتأملها وتتعلمها لتكون إن شاء الله مثل سيدنا يوسف ومثل أنبياء الله، وعلى رأسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي لم يصبر مخلوق مثله كما صبر محمد عليه الصلاة والسلام. اقتدي بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، أعف نفسك، اصبر، ولتكن حياتك وتفكيرك، شغلك الشاغل هو الآخرة وليس الدنيا. أي عمل تعمله، ضع أمام عينيك الموت والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الآخرة إن شاء الله جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.